أكد أعضاء مجلس النواب أن ما حققته مملكة البحرين من مشاريع حضارية ومبادرات متقدمة وخطوات مؤسسية في المجال السياسي والحقوقي ومجال المرأة وكافة المجالات جاء بإرادة وطنية داخلية من خلال توافق شعبي لميثاق العمل الوطني بقيادة عاهل البلاد المفدى. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد خلال اجتماعات البرلمان الدولي المنعقدة حاليا في جنيف، والذي يعقد لأول مرة في تاريخ العمل البرلماني لمملكة البحرين على هامش اجتماعات البرلمان الدولي. وجودنا هنا طبعا، احنا مجموعة من النواب كل تكلم في تخصصه. تكلمت أنا بدوري عن الإنجازات التي حصلت في عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ما يخص المرأة كوني رئيسة لجنة المرأة والطفل وكذلك عضوة في لجنة الخدمات. تكلمت عن الإنجازات التي حصلت للمرأة في البحرين في ظل هذا المشروع الإصلاحي. كذلك هناك مجموعة من الأخوة سعادة النواب تكلموا كل في مجاله. تكلمنا حقيقة لأن نري العالم الإنجازات والحقائق الموجودة في البحرين. طبعا حضر هذا المؤتمر مجموعة من وسائل الإعلام العربية والخليجية والدولية، وكان هدفنا واقعا هو تسليط الضوء على هذه الإنجازات التي الموجودة بالبحرين والتي هي مغيبة للأسف إعلاميا، وكان طبعا هذا هدفنا إحنا يعني من هذا المؤتمر الصحفي.